انا هلا حاليا بدي ارفع قلبي مجهز للاعتصام. كل ساحات حمص كساحة الشهداء في دير بعلبة، يجهزها الأهالي لتكون شاهدة على اعتصام هنا ومظاهرة هناك. الحي المحاصر بقناصة حاجز البتروكيميا لم يمنعه الموت المخيم من إسقاط الأسد، بل زاده إصرارا وحماسة. احنا مصرين بالبرد والشتاء وبالثلج انه نطلع ونسقط النظام بشار الأسد. صغار المدينة رجالها ونساؤها أعلنوا الإضراب متفرغين للثورة. مظاهر ومظاهرات التحدي لا تستثني منطقة أو حي، الكل يهتف للحرية، حتى تلك الأحياء المنكوبة والتي تنهال عليها قذائف الهون والمدفعية. الدمار في حمص يطال الممتلكات الخاصة والعامة في الوقت الذي تستولي فيه كتائب النظام على المدارس والحدائق والمباني في الأحياء التي لم يبسط الجيش الحر سيطرته عليها بعد. لا يمر يوم في حمص العادية من دون أن يودع ابن أباه أو العكس. قافلة الشهداء في حمص تواصل حصد المزيد من الأبرياء، ولكل منهم قصة. يقول الناشطون إن معروف النجدلي قتله عمدا حاجز الأمن أثناء قيادته سيارته في باب هود، لكن الأهالي اعتادوا لملمة جراحهم. أسأل الله يا رب أن يجعل مثل هذا الاعتصام غدا في ساحة سعد الله. هنا في الخالدية تتخلص المدينة من جراحها، فسوريا المستقبل ماثلة للجميع. خيمة الاعتصام تستقبل زائريها وتحتفي بهم على طريقة الثورة. تعلو الهتافات وتتعالى، لا سيما إن كان الضيف حلبيا. النظام سقط في حمص ولم يتبقى منه إلا قوة الاحتلال، وما هذه المظاهرات والحشود في الساحات إلا بروفة الحفل النهائي الذي يتجهز له الحماصنة.